تطبيق الأوامر السريعة Quick Command هي خاصية حصرية لجالكسي نوت 2، وللوصول إليها اضغط على الزر الموجود على قلم الأسبن وارسم خطا عموديا على أي مكان في الشاشة. ستساعدك هذه الخاصية على الوصول إلى المهام الأكثر شيوعا واستخداما، مثلا لإرسال بريدا إلكترونيا إلى شخص ما موجودا في قائمتك، ارسم الإشارة at واكتب اسمه. وللاتصال بشخص ما في القائمة، ارسم الرمز واكتب اسمه. ولتصفح الانترنت، ارسم علامة سؤال واكتب المصطلح الذي تبحث عنه. كما يمكنك تفصيل أوامرك كي تفتح لك تطبيقاتك المفضلة، مثلا اذهب إلى Settings، اضغط على زر الإضافة Add، ثم اختر التطبيق الذي تريده، مثلا Angry Birds، اضغط على Command فقط وارسم الرمز الذي تريده لفتح اللعبة، ثم اضغط Done. وهكذا يمكنك فتح لعبة Angry Birds. الأمر في منتهى السهولة.